ضمن هذا المشروع مجسرات بعدد اثنين. المجسر الأول يربط شارع طريق بغداد موصل وشارع النواب بطريق شارع الربيع وشارع مطار مثنى. أما المجسر الثاني فيربط طريق بغداد موصل بالشارع الصحة المعروف في الشارع العراقي المؤدي إلى منطقة العطيف. يخفف علينا هاي الازدحامات، ونشكر سيادة رئيس الوزراء على هاي المشاريع الخدمية للمواطنين. مشاريع حقيقة يعني جدا سريعة وحلوة. هذه المشاريع متصاعدة وعلى مدار 24 ساعة كما وجه دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الإعمار والإسكان والسيد مدير دائرة الطرق والجسور.